السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم اتمنى احوالكم تكون بخير أبشركم مبروكه كدوز عيدكم الله يدخل عليكم بالصحه والراسق ان شاء الله اليوم نشارك معكم طبق مغربي بامتياز اللحم البرقوق على طريقه الاعراس كيجي كي رائع ما تشبعوش منه بطريقه جد سهله وبمكونات هي اللي سهله مع الاسرار اللي غادي ينجح معكم 100% اي وحده مبتدئه يقدر ينجح معها ضروري تبعوا معايا الفيديو الاخير وما ننساكمش حتى من الخبيزات هكا كانت عندنا عراضه وفي الاعراس المغربيه كديروا هذا الخبز هذا ضروري انا غنشاركوا معكم بطريقتي كيجي كي غزال وكيجي مفشفش مهوي كما غتشوفوا معايا نتمنى تبعوا معايا الفيديو الاخير ما نساوش بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وغنمشيو لطريقه تحضير اللحم هي الاولى عندي هنا كميه من اللحم بالنسبه للحم كيبقى لكم على حساب الكميه اللي عندكم انا خديت هنا من رجله ومن العنقرة غناخذ واحد الطبسيل هكا وغندير فيه العطريه اللي غادي ندير عندي هنا واحد المعلقه ديال جبير اللي تكون معامرش البزار عندي زريعه القزبر اللي يمطحونه عندي الخرقوم معرق بالنسبه للكميه ديال العطريه غديروا واحد المعلقه صغيره اللي تكون عامره انا استعملت هذه كبيره كتشوفوني كندير غير راس ديالها عندي واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم اللي يكونوا كبار ضروري من الثوم في هاد الوصفه هذه صافي عندي واحد دامغ ديال الزعفران الا توفر لكم الزعفران انا صراحه ما توفرش ليا ونسيت ما خديتوش كنخدم غير بها الضامه حتى هي كتعطي المذاق زوين كنفرسسها مع كانت عندي في الثلاجه كتكون قاصحه شويه لكن كان عندكم زعفران راه غديروه في الماء وغديروا هذاك الماء ديالو عندي العطريه ديال اللحم درت واحد راس معلقه وغندير واحد الكاس ديال الماء باش غادي نخلط هاد العطريه كنضيف واحد المعلقه ديال السمن انا نسيتها ضيفوها مع العطريه ولكن غنضيفها فاش غادي نبغي نرد اللحم يطيب غادي نضيف واحد المعلقه ديال السمن ولكن تقدروا ديروها دابا انا غير نسيتها كما قلت لكم صافي كنخلط على هذا الشكل عطريه مزيان حتى كتنسجم ليا هاد الشرموله وكندير هاد الطريفات ديال اللحم ضروري كنشرملوهم باش كيجيو ولداد وكيجيو شاربين هاد العطريه صافي غنحاول هكا نديرهم في هذيك الشرموله باش يتشربوها وبالنسبه للوقت اللي تقدروا تخلوا تقدروا انا درتها هكا في العشيه وخليتها حتى النهار الاخر وطيبتهم هكا للغدا وانتم على حساب ساعه ساعتين الا كنتو زربانين على الاقل خليوه غير واحد ساعه في هاد الشرموله صافي هنا ملي قديتو هكا على هذا الشكل غندير ليه واحد البلاستيك وغادي نخليه غندخل الثلاجه وغادي نخليه نديرو البلاستيك الغذائي هاد الطريقه كتجيب لنا حتى اللحم فتي وكيجي رطب بزاف ما دغيا كيطيب ما كياخذش معنا وقت بزاف تقدروا كاع ما في الكوكوت صافي غندخلو الثلاجه وغادي نخليه من بعد ما خليتو المده الكافيه في الثلاجه غادي ندير واحد الطنجره وغندير فيها واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه او تقدروا تخلطوا ما بيت النباتيه وزيت البلديه وغندير هذوك الطريفات ديال اللحم على هذا الشكل هكا نارو نحطوهم هكا مفرقين كل طرف ياخذ البلاصه ديالو ما نديروش واحد على واحد ولا كانت جاتنا الطنجره صغيره من الاحسن نبدلوها ضروري اللحم كيبغي يطيب هاكا مفرق باش كل طرف ياخذ حقه في الطياب صافي غنحاول هاكا نقادو وغندير عليه هذاك الشرموله اللي بقات ليا صافي غنديرو على نار اللي تكون متوسطه وغنخليه حتى يتقلى مزيان غنضيف عفوا واحد المعلقه ديال السمن قلت لكم ما ضفتهاش في الاول هي والملح نسيتهم غادي نضيفهم دابا وغنضيف واحد رشيشة ديال الملح الملح انا كنديرها غير بايديا باش كناخد القياس ديالي صافي دابا كنديرو على نار ديتكم متوسطه وكنخليه حتى كيتقلاو هذوك الطريفات ديال اللحم كنبقاو نقلبو فيهم هكا شوفوا اللوين ديالو كي داير وفاش كيطيب راه كياخد واحد اللوين اللي قهوي زوين صافي غندير واحد العويد ديال القرفه وغنضيف واحد ثلاثه الحبات ديال البصله باش تجينا هذيك الضميرة عاقده غنضيف واحد جوج كيسان ديال الماء تقريبا ديروا ثلاثه انا بقى لي هذاك الماء من الشرموله حتى هو راه تقريبا كاس حاولوا اللحم ما يجيش الماء طالع فوق منه غير بحال هكا كما كتشوفوا معايا يكون متوسط وصافي غدا نخليه حتى غادي يطيب نديروا عافيه متوسطه كما قلت لكم وتخليوه حتى يجي تحسوا به يدخلوا الطياب على هذا الشكل كت هكا كتقرصوا اللحيمه كتلقاوها طابت من بعد ما طاب اللحم وغنبغي نخليه يشرب غنضيف واحد المعلقه ديال القرفه ليش تكون هكا غير صغيره كتعطي واحد التحميره زوينه هذا السر من اسرار طياب اللحم وغادي نخليها هكا يطيب من بعد غادي ندوز تحضير البرقوق والمشمش اللي غادي نضيف ليهم الماء وغنضيف واحد العويه ديال القرفه بالنسبه للبرقوق غنضيف له غير واحد العويه ديال القرفه وجوج معالق ديال السكر سنيده ما كنحليهش انا بزاف وتقدرو ديروا اكثر على حسب جهدكم في الحلاوه واحد المعلقه ديال الزيت نباتيه اللي ما صورتهاش معاكم بالنسبه للمشمش غنضيف له غير واحد معلقه ديال السكر سنيده وغادي نردهم على بوطه اللي تكون مهيله وغادي نخليهم على خاطرهم بالنسبه للخبيزات عندي هنا جوج طيف ديال الدقيق الابيض واحد سلافه ديال الفينو واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز حبيبات او المعجونه الملح وواحد راس معلقه ديال السكر السنيده اختياريه تقدروا ما ديروهاش غنضيف النوافع الزنجلان والنافع وحبه حلاوه اللي عندي مطحونين والزنجلان كنخليه هو هذاك ما كنطحنوش صافي وكنعجن بالماء دافي كنحاول نخلط هذيك الخميره هي الاولى باش تذوب ليا وكنبدا كنخلط في العجينه العجينه اللي كتكون مرخوفه كنعجنها من بعد ما كنعجنها كنغطي عليها وكنخليها تخمر انا ما شاركتش معكم المراحل ديال العجينه كامله تبارك الله راه السيدات كيعرفوا يعجنوا غنشارك معكم هاد الطريقه كيفاش كي كتكون العجينه وكيفاش كيجينا هذا الخبيز ناجح صافي هنا ملي عجنتها وخليتها حتى خمرات كما شفتوا معايا غنعاود نخرج منها هذاك الهواء هاكا نضربها مزيان صافي وغنبدا كنشكل فيها غنشكلها كويرات هاكا اللي يكونوا متوسطين يجونا خبيزات هاكا متوسطين وكنلويهم هاكا في الفينو ضروري تدهنوا هكا يديكم بشويه الزيت او الماء باش كتقبصوها وكتجيكم ساهله صافي كنلويها هكا في الفينو وسنحطهم هكا في الطاوه اللي غادي تدخل الفران كنقرصهم كيجيو خبيزات اللي يكونوا متوسطين كندهنهم هنا بشويه الماء باش نتبت عليهم الزنجلان اللي غادي نديرو من الفوق غرشهم هاكا بالزنجلان وغنجيب واحد الغازوار اللي تكون جديده ومعقمه وغندير لهم واحد شريطات على شكل زائد او تقدروا ديروا ثلاثه شريطات هكا في الطول بقى لكم هنا الاختيار هكا باش كيجي المنظر ديالهم زوين وكيذكرونا في لا في شي مناسبه او عرس مغربي صافي هنا غادي نمشيو للكوكوت نشوفوا اللحيمه راه كيبان اللحم طاب صافي مبارك عليه غنضيف ليه غير واحد الاضافه اللي غادي تجيبو زوين صافي هنا غادي المشماش طاب البرقوق حتى هو طاب كما شفتوا معايا من بعد ما طابوا ضروري ما تنساوش هذيك المعلقه ديال الزيت النباتيه باش كتعطيهم واحد الرطوبيه هنا بالنسبه للاضافه اللي غندير الاخيره غندير واحد شويه الماء البرقوق جهد كاس هكاك غنضيفه على اللحم وغادي نخليه غير واحد شويه يشرب صافي وكنطفي عليه البوطه راه كيجي رائع البنات كيجي فن وكيحمر هذا العرق هذا اللحم هذا راه كيحمر الوجه اللي درتو شي عراضه راه كيجي رائع وكيجي حتى اللون ديالو زوين كما كتشوفوا معايا صافي هنا كنجيبو طبسيل التقديم وتنقدموه كيجي كما كي كتشوفوا راه المنظر شارح راسو صافي كنحاولوا هكا نقدو هذوك الطريفات ديال اللحم هكا كنحطهم حطه اللي تكون زوينه وضروري انا كيعجبني هاد الطبسيل في الحطان ما كيعجبنيش ندير هادوك اللي ملونين ولا هذا كيعجبني هذا الابيض هذا كيعطي المنظر زوين حتى تا في الحطه صافي كناخذ هذيك الدغميره وكنديرها هكا في الجناب كيجي مشرب وكيجي محمر صافي كنحاول هذيك الدغميره هكا نحطها في الجناب وكنزينو هكا بالبرقوق اللي درتو في السنجلان اللي محمر وكنزين بالمشمش اللي حليته ودرت لي واحد طريف ديال الكركاع وزينته هكا باللوز اللي بالنسبه للخبيزات راه كيجيو على هذا الشكل هذا كيجيو رائعين ضروري تردو معاهم البال ديال باش يجيكم المنظر ديالهم زوين وهذا هو الطبق ديالنا لحم البرقوق بامتياز طبق مغربي المساند الرسمي في العراسات المغربيه نتمنى يكون عجبكم الى عجبكم ما تبخلوش عليا يعني بيدي لايك واللي مازال ما, ما مشتركش كنقولها مرحبا بيك شاركي باش يوصلك كل جديد وشكرا لكم وشكرا على التعاليق ديالكم اللي كتخليو في حقي وهذا اللحم بالبرقوق راه تحت طلب اخوات اللي قالوا لي شاركي معنا اللحم بالبرقوق انا حاولت نحطو لكم في اقرب وقت وسمحوا لي لا تعطلت عليكم والناس اللي كطلب لي كلاص ان شاء الله غادي نشارك معكم عندي الجديد فيهم نتمنى غير دعموني بلي لايك وبالاشتراك اللي مازال ما مشتركاش بالنسبه للخبيزات كيجيو على هذا الشكل هذا كيجيو رائعين ومشتو معايا كيجيو محمرين وكيجيو مفشفشين من الداخل غا هي في الطياب ضروري ما تخليهمش يخمروا بزاف لا خليتهم يخمروا بزاف ما غاديش يجيكم زوينين ضروري نقسمو واحد الوحيده هكا تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل راه كيجيو رطبين الا بغيتوهم يجيكم غلط شويه حاولوا ما مت... ما تضربوهمش ما تبسطوهمش بزاف خليهم هكا شويه غلاظ وهذا هو النتيجه ديالنا ديال الاطباق ديالنا ديال اليوم نتمنى يكونوا عجبوكم وعواشركم بروكه مره اخرى والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق يا ربي والى فيديو قادم ان شاء الله